قبيلة كيف الحال؟ بس بتضلها جوعانة، شو اسمه وكمان حنان؟ بدها كمان لأنه ما في شي رح يعبي الفراغ، لا راغب ولا حسان. ما هو شو كتير اللي بدها ياه على كبر الزمان، بيضل بدها أكتر من مين مكان. إدمان وحياتك ماسك بهالإنسان، قالوا لعادي مثله مثل الجوع، ساندويش هوت دوغ وحلي بالرمان. نسيوا يخبروها إنه الصيام بيوصلك للمكان اللي بيسمح لك تتذوقي فيه الراقي مو أكل الدبان. ومثل ما بتعرفي القاعدة تقول كل ما أكلتي أكتر كل ما جعتي أكتر، شبعك مؤقت بكل شيء. وكمان إذا نوعتي أكتر الفتحة هون رح بتوسع أكتر. الشي الوحيد اللي رح ينقص هو احترامك لذاتك، وتضلك تقولي ليه الله عم بصير معي هيك، ما أنا كنت مرغوبة من زمان، الكل راكد وراي وبده رضاي. شو اسمه كمان؟ بس الفراغ اللي جوا عم بيزيد وانت عم تدوري على النقصان. حل هذا فيك يا حسان، بالنسبة لي بسيطة، الصيام بكل شي وبكل مكان بيزم جسمك ونفسيتك لكيف ما كان. شابة لطيفة ومرغوبة كمان، بس هالمرة بحياة أمك، نقي واختاري وبعدي عن الدبان، بكرة أحلى.